السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتكم بحبك يا بلادي. امبارح الكابتن نبيل معلول اجرى حصه تدريبيه في دمشق كما كان متوقعا. الكابتن نبيل معلول طبعا وبسبب منافسات كاس الجمهوريه الساخنه جدا امس ما تمش الاعلان بشكل مفصل على الصفحه الرسميه للاتحاد السوري لكره القدم او حتى على صفحته الشخصيه سوى بعض من الصور ليه هو شخصيا والسيد حاتم الغايب، ولكن تمت امس الحصه التدريبية للمنتخب السوري الأول للرجال ولكن على ملعب تشرين، لأن طبعا ملعب الفيحاء بدمشق كان مشغول بسبب مباريات مباراة المجد مع الساحل واللي انتهت بفوز نادي المجد. وبنبارك للكابتن أحمد عزام على مستواه الرائع مع نادي المجد، طبعا المباراة انتهت بركلات الجزاء 4-3 وكمان مباراة الجيش والوحدة وفاز نادي الوحدة على نادي الجيش بهدف وحيد، وإن شاء الله بإذن الله النهائي هيكون قريبا ما بين نادي الوحدة ونادي المجد. وفورا بعد انتهاء مباريات كأس الجمهورية تم الإعلان رسميا عن القائمة التكميلية للمنتخب السوري الأول للرجال مع الكابتن نبيل معلول، القائمة المحلية، القائمة للمعسكر الداخلي اللي هو الآن أصبح في دمشق، والقائمة تشمل هذه المرة ست لاعبين إضافة للثلاثة وعشرين لاعب اللي تم اختيارهم من الكابتن نبيل معلول. وطبعا اللي بيقوموا بالتدريبات الآن مع الكابتن نبيل معلول وأمس هم 19 لاعب فقط، لأن طبعا في 4 لعيبة تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا. الآن لدينا 6 لاعبين وعندنا 19 لاعب في القائمة السابقة، يبقى كده عندنا 25 لاعب بإذن الله هيقوموا بالتدريبات مع الكابتن نبيل معلول. طبعا الست لاعبين دول مش هيلتحقوا النهاردة ولا بكرة، هيلتحقوا بإذن الله إن شاء الله يوم الأحد المقبل الساعة 1:30 ظهرا يوم 9/8 بإذن الله. وتم التصريح أيضا أنه بعد انتهاء مباراة نادي الوحدة مع نادي المجد سوف يتم الإعلان عن آخر عدد من اللاعبين هيلتحقوا بالمنتخب السوري الأول للرجال. حتى الاتحاد السوري أشار أني من الفريقين واضح ان من نادي المجد كمان هيكون في لعيبه هيلتحقوا بالمنتخب السوري الاول للرجال في المعسكر المقبل. يلا ما نضيعش وقت وندخل على طول في موضوع النهارده ونتكلم عن الست لعيبه. طبعا اول لاعب ومن اهم لاعبي كره القدم السوريه وهو اهم حارس في سوريا شئنا ام ابينا وهو ابراهيم علمه. ابراهيم علمه طبعا هو حارس عنده خبرات متميزه جدا مع المنتخب السوري الاول للرجال، حارس ما شاء الله طويل القامه حوالي 1.85 متر، كمان هو عنده حوالي 28 سنه، يعني كمان عنده خبره وكمان عنده شباب ولياقه. هو طبعا من مواليد قريه ام العظام، وانا بحثت ولقيت ان قريه ام العظام هي قريه تابعه لمحافظه حمص بسوريا. كابتن ابراهيم علمه يتميز بان هو خاض العديد من المباريات في الفتره اللي فاتت، تقريبا كل المباريات او 95% من المباريات خاضها ابراهيم علمه، كون خبره طيبه جدا جدا، يمكن يعاب قليلا على ابراهيم علمه الثقه الزائده في النفس، مش عايز اقول الغرور، لا هي ثقه زائده في النفس، وبالتالي احيانا بيقع في بعض الاخطاء تحديدا في الكرات العاليه، الكرات المرفوعه يعني، ولكن على المجمل الكابتن ابراهيم علمه هو الحارس رقم واحد في سوريا شئنا ام ابينا. واعتقد ان تدريبات الكابتن نبيل معلول والمعسكر الداخلي سيسفر عن حارسين هم ابراهيم علمه واحمد مدني، وده من وجهه نظري الشخصيه. اللاعب رقم 2 ولم يكن مفاجئا وانا توقعت اسمه اكتر من مره في اكتر من حلقه، وهو ايضا لاعب من نادي الجيش، وبالمناسبه الست لعيبه من نادي الجيش ما عندناش لاعب من نادي الساحل، وهو فارس الرقوط. فارس الرقوط هو مدافع ما شاء الله لا قوه الا بالله، صخره وزنه خفيف جدا جدا حوالي 76 كيلو وطوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله 1.86 متر، سنه 23 سنة يعني سن صغير جدا، مواليد 31 يناير سنة 97، عنده خبرات مع نادي الجيش قوية جدا حتى النفس الأخير سواء في الدوري أو في الكأس، وكمان عنده خبرات عالية جدا مع المنتخب السوري الأولمبي مع الكابتن أيمن الحكيم. طبعا أكيد فارس أرناوط مكسب قوي جدا للمنتخب السوري الاول للرجال، واعتقد ان هو هيكون زائد احمد الصالح وزائد حسين جويد وزائد عمرو ميداني وعبد الله الشامي، يعني جبهه باذن الله لا ترد. واللاعب رقم 3 وهو يوسف الحموي. يوسف الحموي ايضا هو يلعب في مركز الدفاع وكان يلعب مع المنتخب السوري الاولمبي، سنه حوالي 23 سنه ايضا، مواليد 1 فبراير لسنه 97، طوله 1.77 متر، وايضا من المكاسب وعنده خبرات مع المنتخب السوري الاولمبي، خبرات عاليه جدا. والاسم الرابع وهو لاعب للامانه انا حاولت ادور لي
على صورة أفضل من الصورة اللي معروضة أمامكم، وهو مؤمن ناجي. مؤمن ناجي هو عمره 23 سنة أيضا، مواليد 9 أكتوبر لسنة 96، طوله 1.74 متر، وأيضا هو من أهم مدافعي نادي الجيش، ويمكن تعرض في فترة معينة لإصابة قوية مع نادي الجيش، ولكن عاد من جديد والحمد لله، وأصبح اسمه بالمنتخب السوري الأول للرجال. الاسم الخامس وطبعا من الأسماء المتوقعة وهو ورد السلامة. ورد السلامة يمكن من أبناء دير الزور، وكان يلعب في البداية مع نادي الفتوة، لعب بعد كده مع نادي الكرخ، مع نادي الجيش، مع نادي الوحدات الأردنية، انتقل لتشرين، وبعد كده أخيرا عاد لنادي الجيش مرة أخرى. هو من مواليد 15 يوليو سنة 94، عنده حوالي 26 سنة، وزي ما قلت لكم هو من مواليد دير الزور. للأمانة ورد السلامة من المكاسب اللي حققها الكابتن فجر إبراهيم مع المنتخب السوري الأول للرجال. شئنا أم أبينا أعجبنا بالكابتن فجر، انتقدنا الكابتن فجر، ولكن الكابتن فجر قدم الكثير للمنتخب السوري الأول للرجال، ومن ضمنهم ورد السلامة. لاعب صغير السن ولاعب سريع جدا جدا، وأنا بتعجب من ناس كتير بيتكلموا على ورد السلامة وبيقولوا إن هو لا يصلح. لا، هو يصلح، يصلح جدا جدا كمان. واللاعب الأخير وهو أيضا من لاعبي نادي الجيش، وهو ثائر كروما. ويمكن أنا الأول مرة معاكم أتعرف على ثائر كروما، أنا مش متابع لمستواه بصراحة. هو واضح ان هو لاعب خبره لان سنه 30 سنه، هو مواليد 2 فبراير سنه 1990، هو من اهم لاعبي خط الوسط في سوريا، وقدم اداء طيبا مع نادي الجيش لهذا العام، وهو ايضا طوله ما شاء الله طويل القامه 1.87 متر، وايضا هو من مواليد محافظه حمص. اذا 6 لاعبين اضيفوا لقائمه المنتخب السوري الاول للرجال: ابراهيم علمة، فارس ارناوط، يوسف الحموي، مؤمن ناجي، ورد السلامة، وثائر كروما. وتعالوا نذهب سريعا ونرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة، تلك الفقرة التي أحبها جدا، وأنا بتكلم معكم دلوقتي بدور على التعليقات عشان أقرأها معكم ورد عليها. والتعليق الأول من حساب يحمل اسم غازي ذا ستار: أخي بأي ملعب راح يتدربوا؟ شو اسمه؟ أرجو الرد. هم يتدربوا الآن كمان بإذن الله إن شاء الله في ملعب تشرين النهاردة بإذن الله، مش الآن يعني، النهاردة في تدريبات للمنتخب السوري مع الكابتن نبيل معلول و19 لاعب على ملعب تشرين بدمشق. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم عبد الله ناصر: الله يوفقك أخي أحمد، أشكرك أخي الغالي، هل أياز عثمان سيشارك؟ والله أخي الغالي، أياز عثمان أعلن بنفسه على تصريحات رسمية إن هناك تواصل معاه من قبل الاتحاد السوري لكرة القدم ولجنة اللاعبين السوريين المغتربين، ولكن إلى الآن مفيش أي كلام رسمي عن انضمام أياز عثمان للمنتخب السوري الأول للرجال. وتعليق من واو أو إس 9: وشو ميشان خربين؟ جال عساس يعطوه فرصة هالموسم ومن أول مباراة مو موجود بالقائم. أخي الغالي، موقف عمر خربين للأمانة موقف صعب جدا. يمكن أنا نشرت امبارح بوست على المنتدى الخاص بالقناة، قناة بحبك يا بلادي، وقلت لكم فيه إني بكل ألم عمر خريبين غايب عن القائمة الأساسية وعن القائمة كمان الاحتياطي، يعني هو كأنه غير موجود مع نادي الهلال، هو يتقاضى راتب فقط. البعض يقول أن عمر خريبين هو الذي اختار هذا، هو اختار أن يتلقى راتب من نادي الهلال، هو خايف إن هو يغير. أنا مقتنع بأن هو خايف إن هو يغير، وأنا مقتنع بأن هو اللاعب العربي عامة لا يبحث إلا عن الاستقرار، يبحث فقط عن نادي وعن راتب وعن استقرار ليس إلا. وتعليق آخر من منوعات الكل: مين أفضل، الحارس أحمد مدنية أو الحارس إبراهيم علمة؟ وشكرا لك على هذا المجهود. أخي الغالي، لكل حارس منهم موهبة وتميز. أحمد مدنية في الدوري رائع، كلين شيت هذا العام، يعني أفضل حارس في الدوري السوري الممتاز، أقلهم دخولا في الأهداف وأكثرهم تصدي لكرات صعبة جدا جدا. إبراهيم علمة يتميز بأنه عنده خبرة دولية أكتر مع أنه هو أصغر في السن. وتعليق آخر من خالد الخالد: صدقني عمر السومة لا يقل عن كريستيانو، وعلى الرغم كريستيانو كان دائما يصعد على أكتاف غيره، كانت تأتيه الكرة بعد قتال وهو يضعها بالمرمى. ده ردا على فيديو أنا كنت عامله زمان اللي هو ظاهر في الصورة أمامكم، اللي أنا الصورة الخضراء دي. أنا وجهة نظري الشخصية أني مش بس عمر السومة لا يقل عن كريستيانو، عندنا لاعبين كتيرة جدا سواء داخل الدوري السوري الممتاز أو في مصر أو في أي دولة من الدول العربية، والله صدقا لا يقلون عن أي لاعب من الأسماء الكبيرة. الإشكالية الأكبر، وده ما ينفعش إن احنا نغفله،
لدينا في الدول العربية ظروف سياسية، تلك الظروف غيرت من كل شيء، ومن ضمن ما غيرت، غيرت من الفرص، قللت من الفرص التي ينبغي أن يأخذها اللاعب العربي. كريستيانو رونالدو من البرتغال، لو كريستيانو رونالدو كان مولود في إحدى الدول العربية ما كانش هيبقى كريستيانو رونالدو. ده عامل من وجهة نظري هو العامل الأهم. حط على ده ذكاء اللاعب وقدراته والظروف البيئية والظروف الاقتصادية، كريستيانو رونالدو مؤسسة مكتملة. كريستيانو رونالدو مش بس لعيب كورة، لا ده عنده شركات بتنتج ملابس رياضية وأحذية، وشركات إعلانية وشركات دعائية، مؤسسة مكتملة. عمر السومة لو كان وضع في نفس ظروف كريستيانو رونالدو كان هيكون أفضل من كريستيانو رونالدو. وعندنا مثال في مصر، محمد صلاح واللي كان متابع منكم قبل ما يحترف بره في سويسرا، نادي الزمالك مرضيش يخليه يلعب معاه. تخيلوا الظروف اللي احنا بنكون موجودين فيها بتؤثر بشكل سلبي ازاي. تخيلوا محمد صلاح اللي هو نجم الدوري الانجليزي كان ممكن الان نلاقيه في اي نادي من الاندية العربية الدرجة الثانية او الثالثة. وطبعا لا اغفل ذكاء محمد صلاح، لا اغفله، حقيقة هو لاعب يتميز بالذكاء، ولكن الظروف لها عامل كبير. وتعليق اخر من احمد عمار، شكرا لك اخي احمد على مجهودك الطيب تجاه الشعب السوري، هذا واجبي يا اخي الغالي. حابب اسالك، هل لك تواصل مع المدرب التونسي نبيل معلول او احد من كادره ومع العقيد عمر السومه؟ واذا كنت تتواصل معهم كيف؟ يعني انا ماليش تواصل مع اي من اللاعبين، ولا حتى مع الكابتن نبيل معلول ولا اي حد، لكن ليا تواصل مع بعض من الاعلاميين في سوريا، وانا بشرف بالامر ده، وهم ناس كلهم محترمين ودايما لا يبخلوا عليا باي معلومه، واحيانا انا بجيب لكم معلومات قبل ما يتم الاعلان عنها رسميا. بتواصل معاهم وبحاول استشف كده من كلامهم يعني، وانا بوجه ليهم كلهم كل التحيه والتقدير. وتعليق اخر من نصور قصير ونصور الشام، اخي احمد شو سبب اللاعبين الذين اصيبوا بفيروس كورونا راح يلتحقون بعد التعافي؟ بكل تاكيد الاربع لعيبه اللي اصيبوا اول ما ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمهم ويتعافوا من المرض هيلتحقوا بالمعسكر ولكن في دمشق. وتعليق اخر من ابو عامر العلاوي، انا عامر علاوي في مباراتين وديتين للمنتخب السوري، الرجاء رد على التعليق. نعم اخي الغالي، هناك مباراتين وديتين، المباراه الثانيه مع العراق يوم 8/9، المباراه الاولى يوم 3، ولكن الى الان ما تمش تحديد المنتخب، على الاغلب اما ايران او الاردن. وتعليق اخر من حساب يحمل اسم اسامه النجار، اخي الكريم صار في عنا كتير لعيبه وسط بالمنتخب، شلون الكابتن نبيل معلول راح ينظم هالشيء؟ وشكر. اخي الغالي، ده من روعات الكابتن نبيل معلول، من انجازات الكابتن نبيل معلول، وانا ملاحظ ده كتير جدا على قائمته، ان هو عنده في كل مركز عدد كبير من اللاعبين. عندنا 7 خط وسط، عندنا حوالي 7 ايضا دفاع، احنا كنا بنعاني في المراكز دي. الكابتن نبيل معلول واضح ان هو مش هيكله بالمصري عزيز، هو ما عندهوش عزيز، هو في كل مركز هيكون عنده لاعب واثنين. لو لاعب لا قدر الله اعتذر عندنا البديل، لو لاعب لا قدر الله مستواه نزل عندنا برضو البديل. المنتخب السوري الاولمبي في بطولة الصين اللي هي كانت قبل اولمبياد تايلاند اصيب كل اللعيبة بنزلة برد حادة جدا جدا، وعلى الاغلب كمان هي ما كانتش نزلة برد، كانت كورونا بالمناسبة، لان ده كان قبل موضوع كورونا بحوالي اسابيع، فقد يكون اصيبوا كلهم بالكورونا. اللاعبين كلهم بذلوا اقصى ما لديهم من مجهود، لو كان عندنا خط تاني من اللاعبين كان هيكون اكيد الامر افضل. وتعليق اخير من حساب يحمل اسم مالك اليوسف، مرحبا اخي، هل حميد ميدو هيشارك بالمنتخب؟ اتمنى الرد. اخي الغالي، حميد ميدو من اللاعبين اللي كان مستواهم كويس مع المنتخب السوري الاول للرجال، وهو صرح قبل ايام ان هو يعني سعيد بعودته للمنتخب السوري، ولكن واضح ان الكابتن نبيل معلول الى الان يعني لم يرسل له دعوه. كمان هناك انباء على ان حميد ميدو من اللاعبين اللي هيلعبوا تاني في الاحتراف مع قطر او مع الامارات او كده، وبالتالي حميد ميدو هيصبح من المحترفين، والمحترفين هيتم استدعائهم باذن الله بعد يوم 5/9 بعد انتهاء معسكر المنتخب السوري الاول للرجال. بالمناسبه انا بعتذر جدا جدا، يمكن انا اتكلمت قبل كده عن عبد الرحمن بركات لاعب نادي الوحده، واكدت ان هو انتقل لنادي الطلبه العراقي، وطلع ان الامر ده غير صحيح. بعتذر جدا 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 والله صدقا، انا دايما بكون حريص على ان انا اقدم ليكم المعلومه الصادقه والصريحه ومن المصدر، ولكن انا خدعت من بعض من
الصفحات على تويتر لنادي الطلبة العراقي، وعلى فكرة بالمناسبة هي الصفحة الرسمية لنادي الطلبة، يعني تم الإعلان على الصفحة الرسمية لنادي الطلبة العراقي إني عبد الرحمن بركات أساسي معهم. قد يكون عبد الرحمن بركات بعد انتهاء الكأس هيلتحق بنادي الطلبة، قد يكون، ولكن إلى الآن عبد الرحمن بركات موجود في الدوري السوري مع نادي الوحدة. في نهاية الحلقة بشكركم جدا على حسن المتابعة، وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات أي سؤال عندكم أو أي ملاحظة على حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.